السادة الحضور، أسعد الله أوقاتكم. نقابة المحامين في نينوى، كان الغرض من هذه البطولة توطيد العلاقات بين موظفي المؤسسات الحكومية، هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى تشغيل ملاعب الساحل الأيمن وجذب الشباب المشجعين إليها، والحقيقة تحقيق حركة شبابية ورياضية في الساحل الأيمن بعد أن كان هناك سبات كبير في تلك المنطقة. جمعية تنمية نينوى الموحدة مستمرة بتقديم النشاطات الرياضية والتنموية والإغاثية لأبناء مدينة الموصل وضواحيها. طبعا اليوم المباراة النهائية بين تربية نينوى ودائرة صحة نينوى، هذه البطولة التي شاركت فيها جميع المؤسسات الحكومية في محافظة نينوى وبرعاية جمعية تنمية نينوى الموحدة. هذه البطولة طبعا أقيمت تحت شعار الرياضة تمنع تمنح السلام وتنعش السلم المجتمعي. هذه استمرت لأكثر من أسبوعين البطولة. ألف مبروك إن شاء الله للفائز في هذه المباراة، وإن شاء الله ستكون هناك بطولات قادمة لإنعاش الرياضة في محافظة نينوى. قامت جمعية تنمية نينوى الموحدة المنظمة غير حكومية في محافظة نينوى بطولة المؤسسات والدوائر الحكومية في محافظة نينوى، ترشح المباراة النهائية تربية نينوى مع صحة نينوى. بصراحة بطولة جيدة جدا، جمعة مؤسسات محافظة نينوى أغلبها إن لم يكن جميعها، وبهذا المستوى من الأعمار الحمد لله قدمنا مستوى جيد جدا، سواء نحن أو مديرية التربية، واستطعنا الوصول لمباراة نهائية. وبصراحة بغض النظر عن النتائج وما تأليه المباراة، احنا نتمنى بس هاللمة تدوم وهالنشاطات تدوم في محافظتنا العزيزة اللي خرجت بعد تحريرها من عصابة داعش، والحمد لله دا نشوف اكو حركة، نشوف اكو رياضة. لكن المأخذ بصراحة على المسؤولين انه دعمهم كلش قليل، متابعتهم كلش قليلة، اللي اتمنى انه يتواجدون في هكذا مناسبات حتى تتكرر اكثر واكثر. شفنا مشاركة الحمد لله من اكثر من مؤسسة، هي الهدف من هذه البطولة هي انعاش الرياضة في محافظة نينوى. مثل ما تعرف الظروف المرت على المحافظة، وبعد الاحتلال مال داعش وتحررت المدينة الحمد لله والشكر، هسه بدأت شوي شوي يعني ترجع، وإن شاء الله القادم أحسن.